السلام عليكم. دش أنا وزير الصحة بمعية والي ولاية شلف والإطارات والمسؤولين تاع الولاية. دش أنا في بحر الأسبوع الماضي مصلحة جديدة لتصفية الدم تاع الهيموديالييز، إذا ببلدية أم الدروع بولاية شلف، وهذه إضافة هامة جدا بالنسبة للمرضى الكلى. إذا هنيئا للولاية، وإن شاء الله تكون فيها الخدمات في المستوى بالنسبة لي باسيون تاع الهيموديالييز، وإن شاء الله تعم مثل هذه المراكز الجديدة. وهذا المركز تابع للخواص باش استثمار خاص، إن شاء الله يكون هذا مثل هذه الاستثمارات في ميدان الصحة يعم كل ولايات الوطن بما فيه للفائدة، وخاصة أنه القطاع الخاص قد اقتحم هذا الميدان تاع الصحة، مهم جدا. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.